ابو نعناع مع حجر مزاج الخير بعد السمك يوزن الكلام ويظبط الدماغ. الله، مزاج زين يا فندينا، عشاننا بقى نتفق ونبارك. حصة كل واحد من الرجالة دي رقبتي. بس السعر عالي قوي يا فندينا. دي تسعيرة سوق، انت عايز نبيع بره تسعيرة السوق يا معلم يا رجالة. ايوه فندينا، احنا برضو رجالتك كلنا عشان فيك. احنا عايزين ناخد البضاعة بسعر المرة اللي فاتت، وكده تبقى عملت معانا واجب صح. لا اله الا الله، ما هو انتوا لو تعرفوا انا بجيب البضاعة ازاي هتعذروني. انا مقدم للحكومة 3 خرفان من خيرة الرجال عشان ادخل البضاعة دي وتسترزقوا. خلاص يا فندينا، سلمها لنا برا واحنا نسلكها. مش هتعرف يا معلم، السكك كلها متشمعه واحنا برضيك لينا سككنا. خلاص جيبها انت بقى كلها من بره، ويبقى من دقن وفتله وفضاء سيره. ايه ده بس يا فندينا، الكلام مش كده، الكلام اخد وعطى. والسوق عرض وطلب يا حبيبي، واللي مش عاجبه يتصرف. انا جايب لكم بضاعه مقشره لغايه عندكم، بلاش بطر بقى. خلاص يا فندينا، خلاص اللي تشوفه، اقعد بس كمل قعدتك. القعده بقتش تلز، بقت سحابه مغيمه وطيرت النفسين. يا فندينا احنا برضو رجالتك ومحاسيبك، تسمعوا الكلام. حاضر يا فندينا، حاضر، بس اقعد كمل قعدتك، اقعد. لا بقى في تاريخ ولا جغرافيا، راس خميس جاب بكلمتين ومسح اسم ابو سنة من على الوجود. خميس النهارده بقى غير امبارح خالص يا بدران، الكيميا غيرته، ركب على الكل ودلدل رجليه، عايز يدوس على الكل حتى خاله. خميس؟ خميس باعك يا معلم؟ خميس ده ابني انا اللي مربيه، كنت بشوفه قدام عيني كل يوم بيكبر شويه شويه، كنت حاسس انه حته مني كانه ابني. كنتش عارف انه هيجي يوم ويرميني الرميه دي ويعيرني باللي راح. وضاوية سنداه واقفة في داره بتحميه وتشجعه، كل اللي يهمها انه يكبر ويسيطر على السوق ويجيب لها الحفيد اللي يملى عليها البيت ويدوس على الكل حتى على اخوها. خميس مسنود من الباشا يا معلم، مش من ست ضاوية. باشا مين؟ انت مش فاهم حاجة، انا كنت فاكرك بدران، لعت بدر واحد. كل ده تخطيط ضاوية ورسمها. قلبت على الباشا ذات نفسه لما رفض خميس يدي كتف للنوح وطلعه من السوق وسلمه للحكومة تسليم أهالي. معقول خميس الملكاوي بمر غدر يغدر؟ مش مصدقها دي يا معلم. لا صدق صدق يا بدران، خميس النهارده بقى غير خميس بتاع امبارح خالص، كل يوم كرشه بيوسع ونابه بيتسن وعايز يبلع الكل في كرشه، عشان كده لازم يخلص ممنوح. وعلى رأي المثل يا نوح ما بعدك نوح. زيح زيح من على قلبك يا معلم. زيح ما مزح، لدرجة اني بفكر اشتغل
مزيح في الإزاحة. القلب المعبي لتمة عيون أبو دران من يوم ما اتعلقت في شباك شوق دايما مكتوب. ما هو العشق ده زي الرزق، لا ينفع فيه شفاعة ولا ضهير وشطارة. شوق شكلها عاملة لك بدل العمل عشرة يا معلم. عادي يا ست شادي، صديقي وقريب قوي من قلبي، مع ان فرق السن بينا كبير قوي بس بحبه. ايه مالك اتنفضت كده ليه؟ ده احنا ضيوفك يا راجل. سوري مش قصدي. ازيك يا شادي؟ عامل ايه دلوقتي؟ للاسف لسه عايش. للاسف لسه عايش. تحس ان مسلسلاتي قوي. بقول لك ايه، ما تخليش الدكتوره تاخد عنك فكره مش مظبوطه. دكتوره؟ صيدلانيه عشان ما تفهمش غلط. اظن دي كانت بالنسبه لك كنز الكنوز، ها؟ قبل العلاج. ايوه كده يا شادي، وريني وشك الحلو على طبيعته والابتسامه اللذيذه دي اللايقه على سنك. انا اتخنقت من القعده هنا، كل ابص على المكان ده احس ان انا ميت ومدفون فيه. شادي انت هنا عشان تخرج تعيش مش تموت. وعلى فكره انت الوحيد اللي في ايده القرار ده، لا دكاتره بقى ولا تحاليل ولا حتى اهلك. والله ما كنت اعرف ان الهباب ده هيوصلني هنا. يلا منهم لله اللي كانوا السبب. بقول لك ايه يا شادي، ما تعلقش اخطائك على شماعه غيرك، انت اللي عملت في نفسك كده، وانت اللي جبت نفسك لحد هنا بسبب الهباب اللي كنت بتاخده ده. ده انا كنت باخده عشان اعرف اسهر واذاكر. طب سيبنا خالص من الموضوع ده، قول لي يا شادي بتحب؟ انا مالك كذبت كده ليه؟ ما ترد، بتحب ولا ما بتحبش؟ بقول لك ايه، احنا بقينا اصحاب وستر وغطا على بعض، بتحب ولا ما بتحبش؟ ايوه. امال هي فين؟ اول لما عرفت ان انا هنا اللي عملته قطعت علاقتها بيا. اسمعني يا شادي، انا مش عايزه اوجع دماغك بنصايح اتقالت لك كتير قوي من كل اللي يعرفوك. انا بس عايزه اقول لك حاجه، حطها حلقه في ودنك، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تخسر الناس اللي بتحبهم وبيحبوك. صدقني، وانك تفضل مرمي في مكان زي ده ما انتش طايقه وحاسس انك ميت فيه، صح؟ يا صباح الفل على احلى بنوته في الدنيا. ايه الصباح الجميل ده؟ مين يا فاتنة؟ سلام قولا من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله، ازيك يا ابو فتنة؟ اهلا يا خميس يا ابني. اهلا اهلا. انا قلت بقى ايه، اجي اصطبح بوش تونة الجميل ده قبل ما اروح اشوف رزقي، قلت اجيب لها بقى الكنافه المحشيه اللي هي بتحبها عشان تذاكري بمزاج وتجيبي اعلى نمر. ايه ده معقول؟ هو انت لسه فاكر ان انا بحب الكنافه؟ امال، مش بس الكنافه ده، في كمان بقى ايه، جبت لك القماش ده، بص الحته دي بقى اول ما شفتها قلت دي اتعملت علشانك. تعمليها بقى بلوزه، تعمليها فستان، فانيلا، ستاره لامك. براحتك بقى. المهم يكون يعني ايه ذوقي عجبك. الله دي لونها حلوه قوي. جمالك كترت قوي يا فندينا. اعوذ بالله اعوذ بالله. جمال يا ام فتنه، احنا في بينا جمال؟ امال فين عم زغلول؟ راح يشوفك لعيشه. مش كنت تقول يا فتنه ما نصحش نخش برضه وراجل البيت مش هنا؟ احنا ولاد بلد ونفهم في الحاجات دي كويس. وانت ازيك يا ام فتنه؟ الحمد لله الحمد لله. طيب استاذن احنا بقى، ما تخليك قاعد شويه. ما هو ما يصحش نقعد عم زغلول مش هنا، هبقى افوت عليك تاني، بس انا عايزك تذاكر كويس. اعلى نمر اعلى نمر. ها؟ والمكتبه دي انا هسمعها لك كلها، كل دي كتب. عايزة حاجه؟ ميرسي. ايه؟ ميرسي. عالم نور برضو. قوليها تاني كده. ميرسي. خطيرة خطيرة والله. هنا للزز دلوقتي. السلام عليكم. هاي باي. بقول لك ايه يا ام فتنة؟ نعم. الكنافة دي لفوتنا لفوتنا. ها؟ وبيسلم لنا على عم زغلول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بيت؟ بتضحكي على ايه؟ في شغلانتنا دي مفيش حاجة اسمها حق،
إنما في حاجة اسمها مصلحة. اشرب القهوة يا متر. أصل أنا متعود ما اشربش بالنهار، بحافظ على صحتي، وبيقولوا إن القهوة بتنظم ضربات القلب. بس أنا مش ناوي بيع خميس. مين قال نبيعه؟ أنا قلت نبيعه؟ هو قال نبيعه؟ أنت قلت نبيعه؟ إحنا مش هنبيعه. أنت هتشتري نفسك، هتشوف مصلحتك، هتاخد اللي في اسمك. فإمتى حطيت إيدك في إيد النوح؟ برافو، سؤال مهم وأنا متوقعه من محامي شاطر زيك. اسمعني يا متر، أنا مع اللي يأبجني ويعرقني. Give me money, I give you anything. النوح جالي لحد هنا وعرض عليا كتير، أرفض أنا؟ أتبطر عن النعمة؟ هخسر كل حاجة وبرضه مش هيسيبني. يا متر، لو حد من الكبار اختارك عشان تبقى معاه لازم تبقى معاه، لأنك لو رفضت ساعتها هيفرمك. إحنا غلابة بنلم من تحت رجليهم السبارس، ينو سبارس، وزي ما قال أفندينا كله شمال. برضو أفندينا لو عارف مش هيسيبني ولا هيسيبك. وإلا هيخلي أفندينا يعرف بحاجة زي كده؟ طول ما إحنا ماشيين في الخير خلاص. بس خميس خيره عليا، والعمروتي خيره عليك، والنوح برضه هيبقى خيره عليك. وبعدين انا عايز اسالك سؤال، انت خرجت خميس من حبل المشنقه ولا لا؟ خرجته، عمل معاك ايه؟ اداك قرشين زيك زي اقل صبي عندك، وانت خدتهم ورضيت. لولا العمروتي واقف في ظهرك ما كنتش بقيت في العز اللي انت فيه دلوقتي. والبحر يحب الزياده. قول للنوح اللي عايزك. اهلا بيك في العاصمه، ويلكم ان ذا كابيتال. انا لقيت لك السكه اللي تجيب لك خميس لحد عندك بيضه متقشره تعمل فيه ما بدالك، بس الاول اعرف مكسبك ايه. جرالك يا رمانه، هو احنا اللي هنقوله هنعيده؟ ما خلاص اتفقنا، اللي هتطلبيه هتاخديه. بس افهم الاول ايه اللي في دماغك. يا واش يا واش، بالراحه عليا كده، ما تتحمقش قوي. بص يا ابن الناس، اللي هعمله ده هيخسرني خميس العمر كله، وبعد ما كان فيه شويه امل قد كده انه يرجع لي مش هيبقى فيه خالص، يعني بح، وهبقى لوحدي كده عريانه في الطل. عشان كده لازم اامن روحي بسفريه، بشويه فلوس، اي حاجه. عايزه سفره رمانة؟ في مكان انت ترتاح له ويكون ليك عيون فيه، اهو منها شم نفسي شويه ومنها ابقى في امان. ولما تخلص على خميس بقى وتبقى سيد السوق من تاني، تبقى تيجي تشق عليا وتشوف طلباتي. ماشي، انا موافق، بس افهم ايه اللي في دماغك الاول. بيسا جايه دلوقتي. بيسا؟ وايه اللي هيدخل بيسا في حوار زي ده؟ احنا كده نتشم ياما. بقولك بالراحه ما تتحمقش عليا، اول ما تيجي خش انت جوه واسمع هقول لها ايه. أنا مش فاهم أنت عايز توصلي لإيه؟ ما أنت لما تسمع أنا هقولها إيه هتفهم كل حاجة. أهي جت أهي، يلا خش بسرعة، خش وأوعى تعمل أي صوت عشان ما تعرفش إن أنت هنا وتهرش، يلا خش بسرعة، خلي اللي في دماغي يظبط. ماشي يا رموانة، أما أشوف آخرتها معاك إيه. بسرعة، يلا بسرعة. خير يا ست رمانة، سيبتي مفاصل يا أختي. تعالي يا بيسا. عيني. خير؟ أنا عايزة أطلب منك خدمة. يا خبر أبيض، ده أنتِ تأمريني يا قبلتي. خميس وحشني موت، وهتجنن وأكلمه. تاني يا أبلة، هنعيده من الأول تاني. معلش عشان خاطر قبلتك، أول ما أقول لك تبقي تكلميه في التليفون وتقولي له اللي هقول لك عليه بالحرف. عينيا، حاضر، أمريني. حبيبة قبلتك. أول ما شفته قلت ده اتعمل عشان يتلف حوالين الرقبة الزبدة دي. يا ابني الايه؟ بتعرف تاكلني كده ازاي؟ وبعدين ده مش قلنا بقى محدش يحس بحاجه؟ ما دي الحصان واقف.
حد يشوفنا يسمع حاجه مش طالبه وش. ما انت اللي بتقول كلام يدوخ يخلي الواحده مش حاسه هي فين. تنجزي بقى، انا عايزك تنجزي في الحوار بتاعنا ونخلص عشان نخلع من هنا. وحياتك اللي هجيبها لك خالصه مخلصها. يتوب عليك يا ربنا. ويتوب عليك. شو الخال؟ جيت في وقتك، جيت في وقتك يا خال. اهو يلا اساليه، اساليه اللي كنت بتساليهولي من شويه قبل ما يجي. ولا انت هتيجي من وراه تقولي وتيجي قدامه بقى؟ يلا قولي له. اساله على ايه؟ على ايه؟ اللي كنت بتسأليني عليه من شويه. اخ منكم، اخ اخ منكم، يتوب عليكم ربنا. بالاذن يا خال. اتفضل يا اخويا. يا شو كنت عايز اسال على ايه؟ تعال عايزك في موضوع مهم. عارفه يا وليه، محدش بيظبط لي القهوه الا انت، عشان كده انا باقي عليك. يبارك لك يا حاجه، اهو حاجه بناكل منها عيش وخلاص. ارزاق ومقسمها ربنا، ما هو لازم يكون لك فايده، ولا عايزه تعيشي سفلقه؟ يو يا حاجه، يا فرقه معاك؟ ده انت ام الكرم كله. ايه مالك دبلانه كده؟ حاسه انك عايزه ترجعي يعني نبارك؟ الظهر يا حاجة الكوابيس رجعت لها من تاني. ابقي اضغطي كويس ولا قللي في الأكل. شرابية؟ نعم يا حاج. قومي اعملي لها ليمونات. حاضر يا حاج. تعال اقعدي. قولي لي شفتي ايه؟ ابوكي تاني؟ سيبي عظم التربه مطرحه، ما تنبشيش القبور، خليه مدفون باللي فيه. بشاير يا بشاير، فين البرشام بتاع الصداع؟ عندك في درج الكوميدين. بشاير، انت يا بشاير! ايه في ايه؟ مالك بتزعق لي؟ ايه ده ست هان؟ ده برشام. برشام؟ تعال. مش عارفه ايه ده؟ ده ترامادول، مخدرات يا ست هان، مخدرات في بيتها. نهار ابوكي اسود، نهار ابوكي اسود. ترامادول في بيتي؟ والمصعب معروف انه مخدرات. امال فاكراه ايه؟ ملبس ولا حلاوه المولد؟ قالوا لي المسكن بيخفف الالم. الم؟ وانت لسه شفتي الم؟ ده انا هخلي كل حته في جسمك تقول دايم الالم. وجبتيه منين يا بنت؟ نادي جارتنا هي اللي اديتهولي.
قالت لي انه بيسند في وقفة المطبخ والجري ورا العيال طول اليوم، ولقيته نافعني. دي بالك كتير؟ هو انا فاكره وانا بقيت عارفه راسي من رجلي. انا خلاص تعبت وتهد عيني واتقطع وسطي، اخرتها ضرب ومرمطه وقله قيمه. كل ده عشان خاطر حته برشامه خدتها عشان تسند طولي في القرف اللي انا فيه ليه النهارده. رمانة موجودة؟ باشا أنا قدامك أهو. إيه الحلاوة دي؟ إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده يا رمانة؟ مفيش يعني، اصلا انا كنت. الله مالك متخشبه كده، ما تيجي تقعدي. لابسه كده ليه يا رمانه؟ كنت رايحه تزوري حد من اهلك ولا ايه؟ حسب علمي ان انت مقطوعه من شجره وما لكيش اهل خالص. كنت رايحه فين؟ لا خالص، اصلا يا باشا كنت رايحه اوفي نادر. بيوفيه بعدين. هو في ايه يا باشا؟ مفيش، هفتي عليا وعارف انك مش رايحه الكباريه، قلت اجي انا. انت لسه ما عملتيش كاس لغايه دلوقتي ليه؟ ده حتى بيقولوا اكرام الضيف ساقيه، ولا نسيتي؟ لا خالص ابدا. حاضر عينيا. لحظه واحده. ايوه يا بيسا، بقول لك ايه، ما تعمليش المكالمه دلوقتي. رمانه يلا بقى ما تيجي. ايوه حاضر، جايه. حاضر خلاص هفهمك بعدين. اقفلي دلوقتي. يلا سلام. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بومبا يعني؟ بقول لك ايه، انا ما عجبنيش الكلام ده، فهميها كده، انا ما حدش يقدر عليا. فهميها انها تنجز، انا مش هستنى كتير. سلام يا اختي. رزق وادي رزق. قمر يا معلم. عملية النهارده في شنك. سك على اللي عندك. يعني فضها ولا على رنه منك؟ على رنه يا قوي. خدامك. انت عارفه يا رمانه انا ماليش في الغصب، كل حاجه عندي كيف ومزاج، بس بمزاج انا يا باشا. ومزاجي قال لي ان انا اجيلك لغايه هنا النهارده. انت نورت بيتك ومطرحك، ده كله من خيرك. احنا نقيد لك صوابعنا العشره شمع. الله على نقيد لك دي، الله اموت في البلدي. انت عارفه البنت اللي اسمها بوسي مجتهدة قوي، هتموت وتاخد مطرحك في كباريه، بس كئيبة. هو كل حي بياخد نصيبه. الله على نصيبه، أموت في الكلام البلدي ده. أنت عارفة يا رمانة، أنت صنف تاني من حريم، صنف يندر وجوده، صنف يتاكل على فترات، لما الواحد يبقى ليه نفس الأكلة. وانا النهارده نفسي قوي في الاكله يا باشا. انا غلبانه وماشيه جنب الحيط. الله على جنب الحيط دي. اموت في كلامك البلدي ده. قولي تاني، قولي لا مؤاخذه، قولي قلتيش معاك.
قول استورني. يا باشا مش انت بتقول كله بالمزاج؟ يبقى مش بالغصب. وانا النهارده مزاجي فيكي بقى. سيبني 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 يا باشا يا باشا سيبني، قلت لك سيبني. لو قربت مني هغص نفسي. هتغزي؟ مش بقول لك البلد جميل، بس عشان الجو البلدي ده يكمل خش هاتي بابور جاز ودلوق الجاز على نفسك وولعي فيها. صحيح البلد يوكل بس لما يبقى طازة مش يبقى حمضان. غزي يا اختي بس غزي جوه. خبيث عاوز يبلع الكل في كرشه. النهارده جاي ياخد مني بيتي وبكره هيقش السوق باللي فيه. يرضيك يا بدران نسيبه يبرطع بشكلنا؟ انا جاي اسمع العرض بتاعك يا معلم. ده مش عرض يا متر، ده اتفاق. يعني احنا هنتفق احنا الثلاثه والمكسب باسم العدل. مفيش حد بيشتغل عند حد ولا حد بيجب على حد، والمكسب كتير كتير قوي يا بدران. طب ودور كل واحد ايه في الاتفاق ده؟ انت البطل وكلنا كومبارس صامت جنبك. وبما انك انت البطل انت اللي هتجيب لنا مصارين افندينا، مخازن مصالح المواعيد وخلافه يعني. طب وكده تبقى اسمه تعادل يا معلم انها تكون على ثلاثة؟ امال انت عايزها على كام يا متر؟ لا المثل بيقول ان عشقت اعشق قمر وان سرقت اسرق جمل. ومفيش اكتر من الجمال عندك يا معلم. المثل ده حرام يا متر. استنى انت طلباتك يا بدران. كده ممكن يبقى اول الكلام ممكن.
تشيز يا متر. ضربتها؟ للأسف ما كانش في قدامي حل تاني غير كده. أول ما شفت الشريط في إيديها اتجننت. أنا كنت ممكن أخنقها بإيدي. طب معلش أنا هسألك سؤال، أنتوا علاقتكم الزوجية عاملة إزاي؟ عادي يعني مفيش جديد. مش قصدي، بس العلاقة الجنسية عاملة إزاي؟ بإيه؟ أرجوك ما تفهمنيش غلط، إحنا هنا بنحاول نحل أزمة. عادي برضه مفيهاش جديد. 80% من العلاقات الزوجية اللي حوالينا إجاباتها كلها بتبقى عادي جدا، مملة، باردة. العلاقة الزوجية بتتحول بقت عبارة عن روتين. عشان كده للأسف الشديد بنضطر إن احنا نلجأ لمؤثرات خارجية عشان العملية تتم. مفيش إحساس. تقصدي إيه من كلامك ده يا دكتور؟ مراتك حاسة إن هي مضغوطة شوية، حاسة إنها مش في دماغك، إنها منسية، وإنت مش واخد بالك من كل ده. السجاير سعادتك يا باشا. طلبت منك سجاير؟ لا أنا آسف باشا، أنا آسف. يلا. ده مغاوري اللي حكيت لي عنه؟ هو ده مغاوري اللي حكيت لك عنه. أبو وش دبلان ودين بتترعش. تخيل إن كل ده بقى بيحصل وهو سايق العربية. بيبقى سايق وركبه بتخبط في بعضيها. الغريب بقى إنه بينام وهو سايق بسمع شخيره، مع إنه بيبقى مفتح عينه بس مش باص لأي حاجة ولا لأي حد. وبيني وبينك يا دكتورة، مغاوري ما يفرقش كتير لا عن شادي ولا عني ولا عن مراتي. الخطر بيقرب قوي يا دكتورة ولازم ناخد بالنا. إحنا بنعمل اللي نقدر عليه، صدقني. لازم نعمل اللي نقدر عليه. خميس انت دخلتي هنا ازاي؟ زي ما دخلت السوق ونطرتك منه. وبقى عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا خدت منك السوق، فاضل بيتي هاخده اللي انت سرقته قبل كده، وفوق ده كله هاخد فوق البيع عمرك. عاوز تقتلنا خميس؟ انت قدامك حل من اتنين ملهمش تالت. متى انا تخرج من البيت ده بلبوصه بلبوصه وبزفه، متى تخرج نايم على ظهرك وفي نفوخك رصاصه من مسدسي، تختار ايه؟ سمعت بس مؤاخذة يا سيدي المعلمين، اللي جابك هنا بقولنا بس يا ماما، مؤاخذة عريس. وانا جيت في لحظه شقاوه كانت، بس خلاص. بس ده بيتي يا خميس، بيتي ومحدش هيقدر يطلعني منه. يبقى بسم الله والله اكبر. لا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا معلم، صبر العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ناقصه كوابيس كمان يا رب. الشفا انت كويس؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يخرب بيتك يا خميس. الله.